زنزانة وهنا الولد على كرسي وبسين من ايديه الدم ومن اجريه وهنا تخته وهنا الساحة اللي بنطلع عليها وكلها شباك. In March 2002, the Israeli army launched an invasion of all Palestinian towns in the West Bank, which it named Operation Defensive Shield. Israeli forces placed Palestinian towns and villages under prolonged curfew and carried out campaigns of mass arrest. It reactivated Military Order 1500, which enables the arrest and detention of any Palestinian without any charges. كان اعتقلوه كان عندنا هان الساعة تقريبا 4 اشتغل مع اخوانه في المزرعة وقال لهم انا بدي اروح على الحمام فظل طالع ما ندري عنه ولا شفنا والله احنا ما عرفنا الا بعد ممكن 5 6 ايام انما اعتقل اسرائيل احنا رحنا ندور عليه طشينا قلنا ابصر وين راح الولد هاي من يبقى حكينا عن صورته هاي صورته كان شيء محلى كل يوم أطولها واتذكرها وأبوسها هري 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 وكشاف وهذا أيوب شايف هاي صورته هو هذا صورة أيوب حده أكون بالغرفة هاي أو أكون بالمطبخ أسمع ينادي يقول يما أطل أركض من هناك وأطل من على البلكون أقول من اللي ينادي والله تقول حس ركان شنو أبو محمد يقول لي يا مرة أنت من هبل عمامك وين حس ركان قلت والله إني سمعته سماع أذاني وهو يقول لي يما أنا أقول هذا لا لم هم يعذبوا بي ويقتلوا بي إيش ما يفزع يقول يا يما يا يما Behind this hill is Ofer Detention Center. This is one of 9 detention centers in the West Bank and in Gaza, where Palestinian children are detained when they're first arrested. Since the start of the current Intifada in September 2000, the Israeli military have arrested more than 2,500 Palestinian children. Before this Intifada, around 80 Palestinian children were held in Israeli prisons at any one time. Now the average is 350. Most are charged with throwing stones. But as Israel's occupation tactics have grown more provocative and violent since the reinvasions of 2002, the number of children held on more serious charges has risen. حليت المدرسة تهمة إسرائيل الركان باطلة كذب يعني بعدين الركان ما غاب عنا حتى مثل ما بيقولوا هو انه تدرب عسكريا ما كان يعني من يحل من المدرسة روحانا ميعاد المدرسة روحانا كيف بده يتدرب؟ الو مرحبا استاذ كيف حالك؟ وشو اخبارك؟ ان شاء الله في اخبار جديدة على الركان. اكيد يعني جيبوه؟ عشان نمشي نحضر قول. عشان نمشي ودنا نحضر محاكمته انا وامه. بكره ودنا نطلع من هنا على السبعة. في اشي جديد بدكم تقدموه له كفالة ما كفالة؟ ان شاء الله يا سيدي. الف شكر لك يا استاذ. حياك الله. هلا. عشر يوم قضيتهم لحالي كان صعبة
صعب كتير يعني، كنت أفكر بأهلي، كنت أفكر رح نشوف بده يصير، كان نفسي أشوف حدا يعني زي عربي أحكي معه وهون أتصلي، فيش ولا حدا. وبعدين حكالي بدك تغيري اسمك. لا أنا بحكيله ليش، بحكيله بدناش فداء، بحكيله طب شو لا، بحكيلي حمدك تغيري اسمك، شد لي شعري، بحكيله أنا بديش أغير اسمي، لا بحكيلي إذا ما غيرتوش شوفي شو بدي يصير فيكي. اسمي فداء الوطن يعني. تقريبا 100% من الأطفال اللي اعتقلوا بتم تقييد إيديهم وربط عينيهم، وأحيانا يعني ضرب أو تهديد باستمرار الضرب نتيجة هذا التعذيب والجو المرعب اللي بنوضع فيه الطفل. تقريبا أكثر من 90% من الأطفال اللي بتم اعتقالهم يتم انتزاع الاعتراف منهم في اليوم الأول أو الثاني من اعتقالهم، لدرجة إنه حتى يعني من خلال فحصنا الملفات أو الاعتراف نفسه نوصل لاعترافات لا منطقية، بمعنى إنه الطفل بيعترف إنه خلال 3 شهور الماضي أنا ضربت حجار 200 مرة. تخيل كيف الطفل بده يقدر يجمع أو يسجل إنه ضرب 200 مرة حجار، هو عنده أجندة يوميا بسجل كم مرة ضرب حجار. قعدت بالرملة سنتين مع البنات، وكانت يعني الوضع صعب، حياة البنات كانت صعبة، كان في شبح ضرب رش غاز، يفتح تمامنا رش غاز ويشبحونا، ايدينا حديد ومن هون بلاستيك، شرينا حديد، وكان يعني يجي مجندات ويقعد علينا ويخبطونا ويضربونا، تدخل قوة كبيرة كبيرة اسمها قوة نخشون، تدخل تضرب. عمره 17 سنة يجوا اعتقلوا، عمره 17 سنة يجوا اعتقلوا، كلام فاضي، حلم انه بده يكون له دول الولد، بحلم حكى لصاحبه وجو حبسه. الشاب هذا بقول لك له عمره 17 سنة، ها تشوف انه بالنسبة لبنت مع الحاجة الساعات وهذا، شو بده يسوي؟ ها؟ شو بده يعمل؟ بده يأس يسوي أكثر من هذا كمان، والبلك بيسوي شيء، لحتى الطفل الصغير اليوم صار مشبع إنه إيش بالحقد والكراهية لهذه الناس، إنه هذا وضع سيء وهذا وضع ما بيقبلوش، حتى الحيوان بيقبلوش، مش الناس المحترمين. وكان لما ناقلينا من كفر عسيون على المحكمة شابحينا داخل السيارة وملطينا زي أم ما جبته شلحينا، وصاير يتجرح بي يعني عملية مشان التعذيب، حرس بي جنسياً.